الشر فيه الحب وفيه الحر فيه الحب وفيه الحر فيه الأكل وفيه الشر فيه الأكل وفيه الشر فيه الحب وفيه الحر فيه الحب وفيه الحر مثلا 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 من يرزقنا مثلا 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 من يعطينا مثلا 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 من يحفظنا مثلا 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 من يشفينا من خالق تلك الأكوان من ينصرنا في الميدان من خالق تلك الأكوان من ينصرنا في الميدان فكر فكر ثم فكر 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 ثم فكر سؤالنا خفيف ووقعه لطيف الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع سؤال جديد. هو الإمام البطل والمجاهد العظيم. كانت هذه الجزيرة أشتاتا متناحرة، فاستطاع يرحمه الله أن يوحدها. أسس هذا الكيان الشامخ على كلمة التوحيد، وأرسى بناء الدولة على تعاليم الإسلام وقيمه. أمضى حياته مجاهدا حتى استطاع بتوفيق الله أن يبسط الأمن والاستقرار في ربوع هذه البلاد الواسعة. فمن يكون هذا البطل؟ الأمان
شرعي.